وللمزيد معنا على الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، يعني ما هي نظرتك لمشاركة مصر في مثل هذه القمة الهامة التي تجمع روسيا بالدول الإفريقية؟ مما لا شك فيه أن مصر بصفتها قوة أفريقية رائدة، وكانت بالتعاون مع روسيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 ل 2020 ساهمت مع الحكومة الروسية في إطلاق النسخة الأولى من منتدى روسيا أفريقيا. نعم. ومصر بالإضافة إلى هذا، مصر حاليا السياسة الخارجية المصرية بتركز بصفة خاصة على كافة القضايا الأفريقية، وبالتالي المشاركة المصرية في النسخة الثانية من منتدى روسيا وأفريقيا هيعود بالنفع على كافة الأطراف، على مصر وعلى الدول الأفريقية وعلى مستقبل العلاقات الروسية الأفريقية. احنا أمام النسخة الثانية من هذا المنتدى. طبعا النسخة الثانية بتنعقد في إطار دولي معقد وإطار دولي بيمثل على ضوء الحرب في أوكرانيا، بيمثل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية للدول الأفريقية. إذن هل برأيك يعني سعادة السفير، برغم كل هذه التحديات، كيف سنصل إلى حلول، وبالأخص أن هناك ملفات عدة مطروحة؟ حضرتك يعني من ضمن الجلسات، يعني طبعا أحب أوضح أنه النسخة الثانية من هذا المنتدى بتنعقد بعد أيام من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الأمم المتحدة لتصدير القمح إلى دول العالم، وبالتالي الدول الأفريقية من أكثر الدول التي ستتأثر إذا ما استمر هذا الوضع دون حل. وبالتالي في حضرتك قضية هامة معروضة على هذه على هذا المنتدى، أطلقت عليها الجهة المنظمة للمنتدى السيادة شراكة، إطلاق شراكة روسية أفريقية من أجل السيادة الغذائية. إذا ترجمنا هذا الشعار إلى أو بسطناه حضرتك، يعني هو يقصد التعاون بين روسيا وأفريقيا لتوفير الأمن الغذائي للدول الأفريقية، وخصوصا الدول الأفريقية الأكثر فقرا والدول الأفريقية اللي مديونتها الخارجية مرتفعة للغاية. وبالتالي هذا المنتدى ما نتوقعه منه هو أن يتوصل إلى خريطة عمل تؤكد فيها روسيا التزامها بتوفير وتأمين الأمن الغذائي للدول الأفريقية. نعم، إذن من وجهة نظرك سيادة السفير، أن من أهم الملفات المطروحة على رأس الطاولة في هذه القمة هو الأمن الغذائي، وبالأخص للقارة الإفريقية. ده في تقديري، هو المنتدى اسمه المنتدى روسيا أفريقيا. نعم. النسخة الثانية منه. نعم. والهدف من إطلاق هذا المنتدى هو كان تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية. نعم. العلاقات الروسية الأفريقية حضرتك بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا بتواجه تحديات عدة، انه اولا ضغوط من الدول الغربية على كل الحكومات الأفريقية لإدانة ما يسمى في روسيا العملية العسكرية الخاصة. ثانيا انه في تنافس شديد بين الولايات المتحدة وروسيا من اجل تعزيز تواجدهما ومصالحهم في القارة الأفريقية. وهذه النسخة الثانية بتنعقد حضرتك بعد قمة أمريكية أفريقية استضافتها واشنطن في ديسمبر الماضي وشارك فيها السيد الرئيس. فهذه النسخة الثانية من المنتدى روسيا أفريقيا أو في وجهة نظر روسية وفي وجهة نظر أفريقية. دعينا نركز على ما تريد الدول الأفريقية من هذه النسخة الثانية، وتقديري المتواضع أن أخطر وأهم قضية هي قضية توفير القمح إلى الدول الأفريقية وبأسعار أو بتسهيلات في السداد أو مجانا. الحكومة الروسية منذ أيام قليلة مضت أعلنت أن هي على استعداد لتزويد الدول الأفريقية بما تحتاجه من القمح،
سواء عبر تسهيلات تجارية أو مجانا. فحضرتك دعينا ننتظر ماذا ستتمخض عنه هذه النسخة الثانية من منتدى روسيا أفريقيا على هذا الصعيد. النقطة الأخرى وهي مرتبطة أيضا بالحرب الأوكرانية، طبعا القادة الأفارقة يتمنون ويتطلعون إلى انتهاء الحرب في أوكرانيا. فأتصور حضرتك أن هو دوت القضية الرئيسية اللي هيتم التركيز عليها، وأعتقد كلمات الرؤساء الأفارقة في هذه النسخة الثانية هتركز على هذا، وهتركز على الأمن الغذائي لأفريقيا وارتباط ذلك بعديد من التحديات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية. إذن يعني سعادة السفير دعنا أيضا نتذكر أهم الفعاليات التي خلص إليها المؤتمر أو القمة السابقة، وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هل سيتم استكمال هذه الفعاليات بنفس السياق في هذه القمة أيضا؟ حضرتك المشهد الدولي تغير بصورة ملموسة منذ عام 2019 اللي هو شهد انعقاد النسخة الأولى من منتدى روسيا أفريقيا، وبالتالي النسخة الثانية أمامها حضرتك جملة من القضايا والتغيرات والتطورات في المشهد الدولي والمشهد الأفريقي تستدعي أن الطرح الأفريقي يبقى مختلف عن الطرح اللي في النسخة الأولى. طبعا في مسائل حضرتك لا تتغير، مثل مثلا تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية في شتى المجالات، بس دي كلها عناوين عامة. أما النسخة الثانية كما اتفقنا، يعني وأرجو أن حتى اتفق معايا في الرأي، أن هي بتنعقد في مشهد دولي مختلف، وبالتالي مخرجات هذه النسخة الثانية من المنتدى الروسي الأفريقي نتمنى ونتوقع أن هي تكون على مستوى التحديات الدولية والأفريقية اللي شاهدناها خلال العام ونصف الماضي، سواء في ضوء الحرب الأوكرانية أو في ضوء التنافس الشديد بين القوى الكبرى في الانخراط مع القضايا الأفريقية وفي التغلغل في القارة الأفريقية. طبعا القوى الكبرى بتعمل على مصالحها، على تأمين مصالحها، لكن يتبقى أن الدول الأفريقية في هذه النسخة الثانية أن هي تطرح أيضا رؤاها ماذا تتوقع من روسيا. نعم، يعني دعني أيضا يعني أسترجع يعني أهم النقاط، وهي مشاركة مصر بهذا الثقل في هذه القمة وهذا المنتدى. يمكن هل يؤجج ويؤكد زعامة مصر في القارة الإفريقية ومكانتها؟ حضرتك مصر، يعني مصر مش محتاجة، مصر دولة أفريقية من تاريخيا وجغرافيا. الدائرة الأفريقية من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، ومصر بتعد يعني قوة أفريقية رئيسية. وحتى إذا خدنا حضرتك المؤشرات الاقتصادية، الاقتصاد المصري بيعتبر ثاني اقتصاد في أفريقيا بعد اقتصاد جنوب أفريقيا. فمصر قوة أفريقية سواء في الإطار السياسي أو من المنظور الاقتصادي، أو دورها حضرتك في أفريقيا في التاريخ الحديث والمعاصر. وبالتالي مش محتاجين حضرتك، يعني الوجود المصري في مثل هذه المنتديات بيضيف إلى هذه المنتديات. ده أول نقطة. ثاني نقطة في تقدير المتواضع أن مصر حضرتك لا تعزف منفردة في على الصعيد الأفريقي. مصر عندما تتحرك أفريقيا هي تتحرك في إطار التنسيق والتعاون مع سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل الأجندة الأفريقية. فمصر تتبنى الأجندة الأفريقية، وفي ذلك دائما ما تنسق وتتعاون وتتبادل المشورة ووجهات النظر مع سائر الدول الأفريقية، كما رأينا
في مشاركة وكلمات السيد الرئيس أمام حضرتك الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للدول للرؤساء الحكومات الأفريقية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية الذي استضافته كينيا حضرتك منذ أسبوعين. صحيح، بالفعل، جزيل الشكر لك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.